خلونا نبدأ بمجموعة من الأخبار. والخبر الأول عن تسلم مصر المليار دولار الثانية من البنك الدولي، وهذه هي الشريحة الثانية التي تتسلمها مصر من قرض قيمته 3 مليارات دولار. أول شريحة خدناها في 2015 ديسمبر 2015، تاني شريحة وافق عليها ديسمبر الماضي، ثم بعد ذلك تم استلمناها فقط النهاردة. يعني الشريحة التانية تسلمناها في ديسمبر 2016، لكن لم تصلنا إلا النهاردة في مارس، منتصف مارس 2017. كده فاضل لنا شريحة تالتة، واحنا بنتكلم هنا على 3 مليار دولار بناخدها على 3 سنوات، طبعا دي قروض، وفايدة 1.68% مع فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد 35 سنة. دي بقى القروض الميسرة اللي سواء بناخدها من صندوق النقد أو من البنك الدولي، والقروض دي الحقيقة بتساعدنا بشكل كبير وأساسي في دعم منظومة الإصلاح الاقتصادي، برنامج الإصلاح الاقتصادي، دعم الطبقات اللي محتاجة دعم، الدعم النقدي، الصحة، التعليم. يعني كل الأموال دي المفروض أنها تضخ في مجالاتها الخاصة، خاصة ممن تألموا من جراء منظومة الإصلاح الاقتصادي. نرجع بقى لقضية مهمة أخرى، وهي قضية التضخم. يعني إحنا وإحنا بنسمع ماشي، خدنا قرض من هنا وقرض من هناك، تمام. اولا ده طبعا بالتاكيد بيرفع لنا المديونيات، احنا عندنا مديونيه خارجيه حوالي 60 مليار دولار حاليا، وده كلام السيد وزير الماليه بالامس، ده نهايه سبتمبر 2016، لكن الرقم ده مرشح طبعا للزياده في الفتره المقبله، ودي عمال بيزيد كل شويه. هنقفل السنه الماليه بكام؟ هيبان في بيان وزاره الماليه.